بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو لبعض يوتيوب شانالك علمي أونلاين أكاديمي وحينا صوت كورس كيني Principles of Marketing وقعيونا أحمد محمد علمي إيميل كاليقال صحي لك رانواك بوغين راعي نانتين كورس كماندانا وبوغا وقري فيليب كوتلر يا غاري أمسترونغ بيليب كوتلر وحن نوات The Father of Modern Marketing وانا بوكا وفي عنوية ارتا ايدن واين اخيات ست بوكا والا قوم اربان بوكا وحن نوان كلا وحوية أسد بوية بس بوكا هاشتو وحاشتا وحاتي قف حانتي هاشتا معنى قيمة أولية ان بوكاني قيبه هو كوبي هاي بارت 1 كاين كوتشرنا ديفاين ماركتين اند ماركتين بروسيس غير ها تشابتر 2 كمباني اند ماركتين استراتيجي عشر كمان اينو قادن هنا وعشر كي شنات تشابتر 2 وهاي الكوتشرنا الاولي اوكي اوريدي قيبتا كوال وان لبيني كمباني وايد استراتيجيك بلانينج ديفاينينج ماركتين اس رول وأنت واحد تيجي designing the business portfolio. سيدا لو ديجيو إيه business portfolio. ده بعند سيدا business portfolio. لو أنا لا أذكره. سيدا عشر كي أوران سو شيء إن قريب تاني هو very useful هاي. هذي يقول مركز strategic planning كلا جاه لايو أما strategic management تيجا. business يد واحد استعمالا moral أي نوع كده دون هذي رايك ليو. pretty important. BCG matrix رايلا. ان وحنا نجي اللهم صل على محمد استراتيجيك بلانينج بروسيس كا استراتيجيك بلانينج كا ستيبس كل قادي ديفايننج ذا كمباني ميشن سيتين اوبجكتيفز اند جولز ما انت وحنا بلا بنا ستيب 3 ديزاين ذا بزنس بورتفوليو هكا سين مرينا ما انت واي مرجين ميشن كي اوبجكتيفز كي جولز كي سلسو فاملي اللهم صل على محمد واي برك يود مي اي ثينك ان ان هالكاسي نمريني ديزايننج ذا بزنس بورتفوليو اريك بورتفوليو اتن ماشو و جروب اوف اسيتس ام ا كولكشن اوف اسيتس هاوي مركان كنتلو بزنس كودرنا تدمنس غناسيو كراتي دول او اندبندنت او غير سوتاغي كرا او كمبني لي مثلا دابشيل اما تلسو موكل ميت كستا و خلي كمبنيو كلا غارغارا كمبني سكارسينا ميت حوالدا ميبي ميت ريال استيت كي كونستراكشن كورما وحنو عاس ولا سوق غاديدكا اي بابورتي واخ بزنس مركا كلا تدون كواسلا بورتفوليو لرا حاجة مركز فاينانشال مانجمنت تيجا عينو لجينا هنا وحنا نركن بزنس وحنا نركن بورتفوليو ستوك يا بورتفوليو ستوك اما بورتفوليو انفستمنت بورتفوليو انفستمنت يعني زي مثل مركز شيرز كلا تدوانو كمبنيه كلا تدوانا اتشير كل هذا اتس كول بورتفوليو اريغو مي بينو تلياني اما لاتين وي ايو كيمي guided by the company's mission statement yedo ay hagiiso company ga mission ki statement kiisu iyo objectives kiisi management now management go hadda must plan waa inuu qorsheeyo it is business portfolio dadu waxa ka kooban doonto the business portfolio waa maxay is the collection wa ururka of businesses collection isu keenista businesses kan xasiyo iyo products alaabo that make up customization the company hadii aad ku kamaray inta badan different products ama different businesses ay u leeyahay magrat mana laba product oo mid kasta gaar u shaqeyn karto ama laba business oo mid kasta gaar u shaqeyn karto the best business portfolio da ugu fiican is the one way ikta that best fits is sida ugu fiican isu waafajisa كمبريغا سترينجتيس كيسا يو ويكنسيس كيسا
iyo two opportunities fursadaha in the environment portfolio da ugu fiican waa tii waa ta kambari strengths-kiis muxuu ku xoog badan yahay kambari assets-kiis shaqaalihiis reputation-kiis experience-kiis wixii strengths ee fiican oo ku xoog badan yahay ku fiican yahay iyo weaknesses-ka uu leeyahay meelaha ceebaha uu leeyahay كمان كسا weakness بولي بركا يدو اينو يغينو strengths كيسي يو weaknesses كيسي يو حاني سواف جنينا opportunities فرصده in the environment environment كحوي ديغان كان او كشاقين يو يا فرصده هكي جيرا اي واف جنيا محا كو حوق بدان هاي محا كو ضعيف سان هاي محا فرصده اي بانان انتا سلا اي على سلا دونان يو portfolio يدو اوفي عاني وطا اوفي عاني انتا سلا دوناتا isku beegta iswaafajisa analyzing the current business portfolio sida loo analyze gareeyo business portfolio current imika jirta manaa hadduu kambanigu already uu leeyahay business portfolio sida inuu analyze gareynayno ya why portfolio analysis is a major activity way in strategic planning strategic planning marka la sameeyo activity ga ugu weyn wa maxay wa portfolio analysis whereby halka soo management ugu evaluate soo qiimeeyo the products alaabooyinka and businesses iyo ganacsiyada that make uga samaysan yahay the company portfolio analysis wa waxaanu dhigan doonaa insha Allah slides ka soo socda sida loo analyze gareeyo mise company yahay duu ku jiro different businesses business kasta si aan u qiimeeyo haddii kambanigu iibiyo products kala gaar gaar ah oo aan isku xidhnayn oo mid kasta gaar loo iibin karo sida loo analyze gareeyo loo evaluate gareeyo waa major activity in strategic planning hadaan taa aqoon ama aan samayn karin strategic planning ma samayn kartid the company will want nimaka hadda goor consultants ka ah la taliyash business consultants ka waxyaalaha ugu weyn ay qabtaan wax weeye portfolio analysis kambaniga oo inay branches kisi iyo divisions kisi iyo products kisi inay qiimeeyaan si ay u sameeyaan strategic plan qorshaha muddada fog ama qorshaha strategic the company will want kambaniga wuxuu doonayaa to put inuu dhigo strong resources resources kisi oo xoog ah into it is more profitable business business kisi ah more profitable كمبانيك ريسورسز كيس واي سكيرس لعقتو هاي استوى سكيرس عديدي بها كتيرا اما واي ليميت هانتيدو هاي استوى ليميت شغالو هاي استوى ليميت اقونتو هاي استوى ليميت ريسورسز كيسا ايو كمباني بدوني اينو سيقو جيو مور بروفيتبل بيسنسز بيسنس يلا بروفيتبل اد كي اد كفايتة توصو سارا اللي بيسنس كوحو كنو اللي هو بروفيت كيه and face down hoos u dhiga face down ama uu qalliba or drop ama uu tuura it is weaker one is quota daciifka arta suma kambani resources kisa hadu doonay inuu efficient kambani wa inuu resources kisa xoog gili xooga u haysto khayraadka u haysto wa inuu isku geeyaa businesska faa'iido soo saarta kuwa xun xuneen faa'iido soo saarin wa inuu iska tuurta ya waad parkinka ku tuurta gibigood management is first step talabada ugu horeeya ee management is to identify waa inuu aqoonsado the key business is the key that make up the company ee kambanigu ka samaysan yahay waxa la yiraahdaa strategic business unit baa la yiraahdaa ama SBUS kambanigu baa inuu kala jeebinaynaa dibadda waxaanu eegnaa mid kasta gaarkiisa qayb kasta gaarkeeda ya bisensiyadu ku jiro gaar-gaarkeeda loo eegayo kuwa key ah halka kambanigu inuu waxyaalo badan ku jiro laakiin kuwa key ah macna kuwa the most important ka eriga key macna important wayay strategic business unit is a unit of the company waa xubin unit kamida kambanigu that has a separate mission or a mission gara
an objectives iyo ujeedooyin that can be planned or loo qorsheyn karo separately si gaar ah from other company business ka gaara company-ga business-yadiisa kale SBU waa maxay unit of macna independent unit of the company that has separate mission an objective and can be planned separately from the other company business حوارد سكارسين جديد يا ريال استيت انا كمبنيه دي نواوي بس ده سينو كل قادنا غاربن ويجن مركا استراتيجيك بيزنس يونس بين قريه ميت كست غار كمبني ديفيشن برودكت لاين وذ ا ديفيشن سينجل برودكت اور براند اي نو كرا وانا اقول كنا كمبني ديفيشن ديفيشن كمي ده كمبني ديفيشن كا قبل الله كونفريد ديفيشن كا قبل الله دحا ديفيشن كا باريكا معنى ديفيشن دارتو و غيب اسكو لما يستيران و غيرو تاقن بلاد ديفيشن برودكت لاين كمبنية ده قاركود different product lines بيكو جران كو دينا حوي ويد ان ديفيشن او ديفيشن كاحتساب بس انه حلقه يابا حتى دي ورشه تاعي ان سو صارتو كو سو قد سو صارتا ان اللهم صل على محمد بيو بيها الحبيب ما وسي حدا بس سو صارتا برودكت لاين اس كان محكم ده محكم العاده تيار لتركا تلوده لتيرا تلوش لتركا That's product line this way. Within a division, each when designing business portfolio marka la dejinayo la qorsheynayo la xadeynayo business portfolio it's a good idea wa fikrad fiican to add in la isku daro and support product and businesses that fit closely within the famous core philosophy and competencies when designing business portfolio it's a good idea to add and support وفكرة فيعن كلا السمين هيو ديساين كرين هاي بيسنس بورتفوليو ده كمباني غني ميسا بيسنس يكو كوبي هاي ايديا في عوية تو اد ان لاكو درو سبورت لكالم هيو بروكتسكا بيسنس كو that fit وافقيا كلوس لسيدو with the famous core philosophy فلسفة ده كور كا اي كمباني ايو competencies كيسا كرتي ديسا انا هاي كمبني واحب اكون في عيني ما قلت دين عقلنا فيلوسفي سباجرا ايه او امي سيحي او سليه سياسات كو شغاي كرتا اوكي برودكت فيلوسفي حاجه ماركتي كما كان نقول برودكت فيلوسفي سيلين فيلوسفي هذه على بقول ماركت فيلوسفي ان برودكشن فيلوسفي فيلوسفي سكاس كومبيتنسيس نوعي كرتيدا سترينجز resources ka uu kambariga haysto skills ka waxa soo dhan waxa competency kuwa waafaqa ayaa u baahan in lagu taro laguna support kareyo the purpose of strategic planning waxa weeye strategic advantage in laga faa'iideysto way attractive opportunities fursadaha si uu ciisa shaqale in the environment ee deegaanka ka jira that can best kaaso sida ugu fiican use u isticmaali kara company strengths kisa kambariga ku xubaday maana هذيك كمبري سترينجز سيكس وحلوه فاني استمعي اوبورتونيتيز كتشر انفايرمنتيك يا نيكا حوغ ويل حوغ يسو حوغ فايديسن اي حقي هلكا اوغ فيعن اي كتشر تو فرصتي هدي حوغ لوغ باهي محمل هدي حوغ وانت هاي وحمال كون فيري امبورتن هاي وحلقا بركا حوغا حمال كيسو اما بيرا جلسو ميل تعبض اني كتشر اوكي سيدا درادي سترينجز كيسا
كان بالي يقول سترينج تسكيسه وحكم ده محي انه لي ريبيوتيشن انه لي جود مانجمنت انه لي ريسورسز انه هايست تكنولوجيز كاره انه هايست كوبي رايتس وحنا عسكر فور ذيس ريزن سبب سنوي موست ستاندر بورتفوليو اناليسيس ماتريس ماتريس كان لو اناليس كريو ستاندر كا بورتفوليو ايفالويت وي قيمانيا اس بي يوغا اون تو امبورتنت دايمنشنز لبا دايمنشن اي كايغا standard portfolio analysis matrix mapka matrix ka lagu analyze kareyo ya standard portfolio waa maxay dibad dhacba keegan dhinaca waxa keegan the attractiveness of the SBU's market or industry attractiveness ka soo jiidashada SBU market keda ama industry ka ku jirto industry hadda maqasho تدمين كمبريجاني سوق وكشقي على اندستري اندستري على كمبريجي دي سوق كشقي على اندستري مثلا واحد لهم كرتا ان ايرلاين اندستري اما توريزم اندستري اما واحد لهم كرتا اللهم صل على محمد انترتينمنت اندستري يا ما قلت واحد نوع عاسو اسكو ميدا ما كوميونيكيشن اندستري ديس كارتين تو هيكش قاي انترنت كو هيكش صراحه ما قلت فود اندستري وهي انت كش قاي كونستراكشن اندستري وهي كش قاي اسم يا شيخ اندستري مكا وهي اسكو ميدا اي كو ودا شقيه اسكو سوق اي اسكو نيلس بطوله وحلا اندستري مركا دينا واحد لغا ايغا مركا واخ قيمينسو اتراكتيفنس سو تشي دشره اس ما اس بي يو ماركت كي كوتشيرتو يا اندستري معنى سوق قيمة يا إندستري كانت كتير تو إندستري كاني ب إندستري grow إنها بقى بس هو decline سوق اللي مسوق كوريا بقى بس decline هوس بقول عليها ما قلت ب competition واحد كتير حوجة يا أو عديها لو قطع هذا مايو أو كمبيري برايس كيسكو إيه أو جي هوس اللي كيان أو هذا اللي بقوله promotion كيو advertisement أي حوجة بدو تخرج بدو كعب حيو أنا مضيع الحوجة كتيرة بس هو نفسه قف قصته قارب وطاقية. مركّة attractiveness of the SBU market or industry. سيدوك لو حنا يجينا the strength كا حوجة SBU position كا أي كلها هاي in that market سوقها or industry كا. وتعرف ترى ماي. كم بري يعني سيدوك هي industry كا. ما هو يكوي هاي إيه نمبر 1 كوياي ما نمبر 2 كوياي ما نمبر 3 كوياي ما نمبر 4 كوياي ما ويك بو كوياي ما سترونج بو كوياي حال كان ولا كيك مركو بو فرصات لا بدي نعمل كيكس دي انا اتراكتيف نص اوف اندستري دي انا كاين كمبلي كاين سترينج كتكا اما بوزيشن اوف ذا اس بي بوزيشن يا سترينج اوف ذا اس بي بوزيشن ان ذا ماركت مركو قاركو ذا ماركت كيجي زمان خوص مركو قاركو ذا ماركت كمرسل كيجي anyway وحلو باي analysis نوع عاصة مركين سمعين انو portfolio analysis dimensions لنا عيالها يتهوين كأين وحكي ايين والا بدا دينا وحنا نأكد انو methods بدان دور method والله analysis كريو portfolio ذا مركا حيسكو صورو ريها لبدا وحاق وحلا وحن نين ليلا دو مايكل بورتل مايكل بورتل اي اعلو وحلا attractiveness of the industry اما industry structure waxa lay rado اما market structure ka strategic management ka insha Allah ku qaadan doona in badan oo kamid waxaana waxaan ku soo aragnay strategic planning ki markay ku jirnay ama strategic management ka ayaan ku jirnay course ka management ka oo journal keen ku jira ay aad ugu hadlaya analyzing the current business portfolio I think any no time ka. Let me check the time. Okay, I'll send you to the manta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.